أقباس من الإمامة، آية التطهير، تشمل النساء. الدليل مع الآن. أولا، جاء في سورة الأحزاب الآية 32 إلى الآية 35، المقطع الأول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. أولا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثانيا، وقلن قولا معروفا. ثالثا، وقرن في بيوتكن. رابعا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. خامسا، وأقمن الصلاة. سادسا، وآتين الزكاة. سابعا، وأطعن الله ورسوله. ثامنا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المقطع الثاني: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المقطع الثالث: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. المقطع الرابع: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثانيا، قوله تعالى: يا نساء النبي، يشمل فاطمة عليها السلام مع الزوجات رضي الله عنهن. ثالثا، زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة بنات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. الأحزاب، آية 59. زينب وأم كلثوم شقيقتا فاطمة عليهن السلام، يشملهما خطاب وأحكام آية التطهير وآيات نساء النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في سورة الأحزاب من الآية 32 إلى الآية 35. على فرض نزول الآيات 32 إلى الآية 35 من سورة الأحزاب قبل وفاة رقية بتاريخ 2 للهجرة، تكون مشمولة بالآيات وأحكامها كشقيقاتها زينب وأم كلثوم وفاطمة عليهن السلام. رابعا، أهل البيت، يشمل الزوجات بقرينة قرآنية. أليف، كما في الخطاب القرآني لزوجة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. باء، وكما في استثناء زوجة لوط من أهل لوط عليه السلام: فأسري بأهلك إلا امرأتك. قال سبحانه: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. جيم، يستفاد من قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فأسري بأهلك إلا امرأتك، إنه لا إشكال في شمول آية التطهير لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كما تشمل بنات النبي عليه وعليهن وعلى آله الصلاة والسلام، فتدخل الزوجات والبنات عليهن السلام في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المهندس الصرخي الحسني.